بعد توجيهات دولة رئيس الوزراء بضبط الأسعار، إيه اللي حصل؟ في بعض السلع أسعارها بالفعل بدأت تنضبط، يمكن من أشهرها الانضباط اللي حصل خلال الكام يوم اللي فاتوا في أسعار السكر بالتحديد، ويمكن امبارح كنت بتكلم معاك في إنه سعر السكر أصبح متوافر في حدود 27 جنيه. طيب سعر البصل يبدأ في التراجع. طب سعر البصل يبدأ في التراجع ليه؟ دي حدوتة، حدوتة متعلقة يا ترى يا هل ترى بكيفما قالت الشائعات حصل تقلص في مساحة الأرض الزراعية المزروعة بصلا مما أدى إلى زيادة المنتج من نقص البصل. دي شائعة. الشائعة التانية أصل إحنا صدرنا البصل فالبصل ما بقاش موجود. الحقيقة هي لا كده ولا كده، هي قصة ثالثة، قصة ثالثة، وأنا أظن أن إحنا بدأنا نتحرك بقوة في القضاء عليها، مش بس بخصوص البصل بشكل عام. هنا خليني أخذ معانا على التليفون دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله يا سيدي، ربنا يخليك. إيه قصة البصل وإيه اللي عملتوه؟ يعني لو اسمح لي اشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا، والحقيقه يعني الدوله لا تتاخر جهه في خدمه المواطن المصري وفي تقديم كل التسهيلات الممكنه للمواطن المصري. طبعا احنا يعني بنتابع وزاره التموين بتقوم بدور كبير في متابعه الاسواق وتوفير السلع، واحنا طبعا بدورنا بنحاول ان احنا دايما نكون داعمين ونكون موجودين في تلبيه احتياجات المواطن المصري. طبعا بالنسبه للبصل في تعليمات جت من معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بان احنا نحصر المفارش بتاعه البصل، ده ليه؟ او ان احنا ننزل نعاين مفارش البصل على ارض الواقع. طبعا في تنسيق بيحصل في هذا الامر ما بين وزاره الزراعه وما بين جهاز حمايه المستهلك علشان يبقى في ضبط او يبقى في منع الممارسات اللي قد تكون ممارسات احتكاريه، وبالتالي يبقى الكميات المنتجه من البصل تكون موجوده ومطروحه امام المواطن المصري في السوق. طبعا ده يؤدي بشكل كبير لإتاحة المنتج وبالتالي استقرار الأسعار واتزان الأسعار وبالتالي توافر المتاح داخل الدولة المصرية للمواطن المصري، وبالتالي ده كمان يعود بشكل أكبر على يعني متوسطات الأسعار أمام المواطن. طيب حضرتك قلت كده في كلمة رنت في ودني ما سابتهاش، الممارسات الاحتكارية. يعني احنا بنتكلم على الحمد لله احنا عندنا جهد كبير مبذول في قطاع الزراعه، وعندنا جهد كبير مبذول في زياده المساحه المنزرعه، وعندنا جهد كبير مبذول في تعظيم انتاجيه وحده الارض وانتاجيه وحده الميه. في دايما بيكون عمل دؤوب بيحصل على ارض الواقع هدفه زياده قدرتنا الانتاجيه علشان يكون عندنا توافر للمنتجات داخل الدوله المصريه، وبالتالي ده بينتج عنه الحمد لله في يكون في وفر في المنتجات. بعض الافراد او بعض الدعابنفوس او بعض اللي بيحاولوا يمارسوا بعض الممارسات الاحتكاريه قد يكون ده بالنسبه لهم بياخدوا يعملوا تخزين او بيعملوا باي شكل من الاشكال. عشان كده احنا كمان بنخش على المفارش او في متابعه للمفارش الموجوده، وده اكيد هيكون له اثر ايجابي. وطبعا زي ما بقول لحضرتك ده بيحصل من خلال جهاز حماية المستهلك لأنه هو المنوط بعملية المتابعة ومنع الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق، ولكن احنا كمان من دورنا ان احنا نكون موجودين في هذا الأمر علشان نحافظ على توافر المنتجات وكمان نكون مساعدين ودليل للجهاز للوصول إلى هذه المفارش عشان إجراءات صارمة. دليل للجهاز يعني عمليا بتنسقه مع وزارة التموين. بس أنا هنا هيبقى في عندي بعد إذنك كذا سؤال يا دكتور. أول سؤال، أنا السنة اللي فاتت كان عندي إنتاجية بصل قد إيه والسنة دي قد إيه؟ لا إحنا لو بنتكلم على الإنتاج إحنا الحمد لله دايما بنكون عندنا إنتاج وفير من البصل، إحنا من الدول المتقدمة على مستوى العالم في إنتاجنا من البصل. يعني المقارنة اللي أنا عاوز أعرفها دكتور، أنا إنتاجي من البصل السنة دي تقريبا ما حصلش أي انخفاض في المساحات المنزرعة. يعني لو بنتكلم عن المساحة المنزرعة، المساحة المنزرعة تقريبا كما هي يعني، وبالتالي كمية البصل المنتجة من هذه المساحة تقريبا هي
بالظبط. طيب الشائعة التانية بتقول والله لا ده أصله صدروا البصل فما بقاش فيه بصل هنا، هل أنا حجم أو صادراتي من البصل السنة اللي فاتت هي نفس حجم صادراتي من البصل السنة دي، ولا السنة دي أزيد ولا السنة دي أقل؟ احنا طبعا من الدول برضو على مستوى العالم من الدول المتقدمة في عمليات تصدير البصل سنويا، واحنا يعني يمكن هذا العام مقارنة بالعام الماضي تقريبا برضو بنتكلم في نفس الكمية التي تم تصديرها، وده برضو محافظ على مكانتنا في عملية تصدير البصل. صحيح ممكن يكون في بعض الأسواق الخارجية اللي ممكن يكون فيها بعض الاهتزازات نتيجة التغيرات المناخية ونتيجة بعض المؤثرات اللي أثرت عليها سواء فيضانات أو موجات مختلفة من التغير المناخي، يمكن تكون أثرت على بعض الدول، لكن احنا محافظين على مكانتنا المعتادة في تصدير البصل، وعندنا تقريبا نفس الكمية في الصادرات، وعندنا تقريبا نفس المساحة المنزرعة، وبالتالي ده بيضمن لنا كما هو معتاد ان يكون عندنا دايما توافر في المنتج المحلي. حلو، بنفس القدر تقريبا. انا اتفق جدا مع الكلام ده لانه ده كلام منطقي وسليم ومعقول مبني على الاحصائيات والارقام اللي لديكم كوزارة معنية. انتوا من الاخر عملتوا اللي عليكم تلت ومتلت في مسألة المساحات المزروعة، في مسألة التصدير إلى آخره، وبالتالي كمية البصل اللي موجودة في مصر هي نفس الكمية بتاعت السنة اللي فاتت، نفس الكمية المتاحة للاستهلاك المحلي هي نفس الكمية بتاعت السنة اللي فاتت، وحضرتك قلت من الآخر كده مربط الفرس، هناك ممارسات احتكارية. سؤالي هو حضراتكم قمتوا بالدور ده ليه مع وزارة التموين؟ يعني معلش انتوا كده عملتوا اللي عليكم وزيادة وعداكوا العيب وأزح، وزارة التموين تعمل اللي عليها. يعني في الآخر احنا الحكومة دايما بتعمل في شكل من أشكال التناغم والتنسيق المستمر، ودايما بيكون في تعاون دؤوب بين كل أجهزة الدولة، وطبعا من دورنا ان احنا لازم نكون موجودين في مثل العمليات، ان احنا نبين او نظهر ما هي الأعداد المفارش او ما هو متاح من المفارش، ونبدأ ننزل مع الزملاء من وزارة التموين نشوف مين اللي بيمارس إجراءات مضبوطة ومين الإجراءات قد تكون فيها شكل من أشكال حجب المنتج عن المواطن المصري. الحقيقة إحنا بنحاول نكون يد مساعدة لجهاز حماية المستهلك للوصول إلى مثل هذه المفارش، وطبعا التنسيق مع وزارة التموين، ودايما زي ما قلت لحضرتك الحكومة بتعمل في شكلها الحالي بقالها فترة تناغم مستمر وتعاون مستمر، دايما في تنسيق ما بين مختلف جهات الدولة، ودايما بنلاقي لجان بتتابع كل المتغيرات بيكون فيها كل الجهات المعنية وكل الوزارات المعنية، علشان يكون دايما العمل موجه لخدمة المواطن المصري، فالمواطن المصري طيب هو عراء الحكومة، وبالتالي لابد ان احنا نكون موجودين مع وزارة التموين. إذن وده سؤال من مذيع لرجل متخصص في هذه الأمور، ودي وزارة حضرتك المتحدث باسمها. عمليا اللي حصل ده من أزمة بالمنطق لا يساوي انه نقول عليه بعض الممارسات الاحتكارية، كده حصل احتكار كبير أدى إلى أزمة في الأسواق، صح ولا أنا غلطان؟ يعني هو بقى الزملاء في جهاز حماية المستهلك هم اللي بيقدروا يعبروا عن مثل هذه الامور بشكل اكثر والضوابط والقواعد الموجوده عندهم. انا بسالك بالمنطق البسيط، انا انتجت نفس الكميه كوزاره، انا الوزاره المعنيه والمسؤوله انتجت نفس الكميه ولقيت السوق في ازمه. طبعا لقيت السوق في ازمه، ده معناه ان في ممارسه احتكاريه واسعه بشكل او باخر، دي مسؤوليه وزاره تانية انا فاهم، لكن هي ليها معنى تاني غير ده؟ يعني هو بالتأكيد الكميات بتاعة البصل موجودة ومتاحة، قد يكون البعض حاول ان هو يخزنها لسبب او لاخر، وهنا بتخش اجهزة الدولة وبيخش جهاز حماية المستهلك وبيخش باقي الاجهزة. طب طبعا هل قدرنا نوصل لهؤلاء البعض يا دكتور؟ طبعا بالفعل تم تنفيذ، يعني انا بكلم حضرتك امبارح كان في حملة موجودة، والنهاردة احنا مستمرين وفي حملات موجودة وحملات ضبط ومتابعه للمفارش وحصر لاي حد يكون مخزن كميات ممكن تكون يعني تؤدي الى الشكل اللي احنا بنتكلم عنه، بيتم طبعا ضبطها واتخاذ الاجراءات اللازمه حيالها وطرح هذه الكميات للاسواق،
فاكيد ان شاء الله هيكون ده اجراءات احنا بتقام بيها الدوله طبعا بلا شك. ما احنا ليه بننسق وليه بننزل وليه بنتكلم؟ احنا بالفعل تم النزول وبالفعل بيتم المتابعه الدوريه وبالفعل بيتم اجراءات لضبط الاسواق واتاحه المنتج امام المواطن. دكتور انتوا عملتوا اللي عليكم زياده، انا اشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه.